تفضل رفيق عوني. شكرا رفيق العوني. في الحقيقة صعب أنني أتناول الكلمة بعد هذه الكلمات المعبرة للقوى رفاقي، وخصوصا بعد الكلمة ديال الرفيق العزيز والأخ العزيز أستاذ قديم، لأنه أنا أول مرة كنت جيت لهذه المنطقة مع رفيق بن سعيد رحمه الله، قلت له وحسيت وتنشوف كيفاش الناس كتاخذ الكلمة وكيفاش الوعي طالع بزاف في هذه الجهة. قلت له رفيقي أنت ماشي غير كنت قائد ديال جيش التحرير، ولكن راك ساهمتي في تحرر هذا الوطن من القيود ومن الخوف، لأن كنشوف أي واحد كان كياخذ الكلمة، كنا في مهرجانات هنايا إلا وكياخذ واحد الكلمة بحرية، وكأننا نعيش في واحد الدولة اللي هي فيها إمكانية الحرية. وصلنا اليوم حقيقة كنحييو رفاقنا في الفرع ديال الفروع كلها ديال المنطقة ديال شتوكا أيتباها، والفروع ديال الجنوب اللي كلهم اجتمعوا باش يعملوا هذا التكريم للمناضل الشامخ الرفيق بن سعيد أيتي الدر. وهنا بغيت نحيي العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، ونحيي كل رفاقه، ونحيي كل مواطنات ومواطنين الشرفاء اللي عارفين قيمة هذا المناضل الفد. تنشوفوا الطبيعة اليوم غضبانة وكأنها تنتفض. في الحقيقة كون كانت الشتا كانت غادي تبكي السماء على الرفيق بن سعيد، ولو أن الموت علينا حق كيف كنقولوا، ولكن الرجل بحال هذا راه ماشي دائما كيخرج بحال هذا الرجال هادو، اللي هو في الحقيقة كان وطنيا والوطنية كتجري في الدماء ديالو، اللي ولينا حنا اليوم كنجمعوا مؤسسات بحثية باش نقولوا راه خصنا نجدوا الوطنية وخصنا نوليو وطنيين ونبغيو بلادنا. هذا عنده حب الوطن يعني في الجينات ديالو، بالتواضع والهمة العالية التي تتطلب ذلك. يعني كل معركة الرفيق منخرط، حنا عارفينو جيش التحرير وما خاضه من معارك، وكنعرفوا الكتاب اللي خرج ديال ايكوفيون كيفاش كيتكلم الرفيق بن سعيد. كون بقى جيش التحرير انذاك وما تمش الحل ديالو، راه كنا غادي نطويو الملف ديال الاقاليمنا الجنوبيه، ونكونوا حررناها بدون ان نستسلم ولا ان نبيع الوطن من اجل ان يعترف لنا يعني ذاك الرئيس او الرئيس الاخر بانه طرح ديال الحكم الذاتي راه طرح جيد. كنا غادي نزيدو نحرروا بلادنا كلها وما نقبلوش بالاستقلال المبتور اللي كان تكلم عليه الرفيق بن سعيد. الرفيق بن سعيد ماشي غير قاد جيش التحرير، ومشى للمنفى ومشى وناضل في كل جهات. انا كان لي الشرف باش نحضر معاه لا في سوريا ولا في لبنان، كيفاش الناس الاحترام الكبير كيفاش كيستقبلوا قاده هذا العالم، وجابهم حتى لهنا الرفيق نايف حواتمه القائد ديال جيش التحرير كيف جا لهنايا واعترف بمغربيات الصحراء. لان الرفيق ماشي داك كيدير شي ديماغوجيه، عنده الحجج الدامغه وغير كيشوفوه الناس وكيامنوا وكيثقوا لانه رجل ديال الثقه ورجل رزين، رجل متكامل في تواضعه كيزيد يبان داك الشموخ ديالو. الرفيق بن سعيد كانت لينا الفرصه مشينا لبلجيكا، مشينا لفرنسا، كنتلاقاو الناس المهمين بين مزدوجتين، كيخليو المواعيد ديالهم وكيتفرغوا، كيقول لك بحال هذا الراجل منين خرج هذا، منين جا بحال هذا، كي داير هاد الاخلاق وهاد القيم الرافعه. كنخرجوا من عندهم كيعملوا تصريحات في التلفازه ديالهم خصنا نعاونوا المغرب، الصحراء مغربيه، هادو ناعسين هنايا ما كيعرفوا هذيك الهديه منين جاتهم، في حين حنا كنسمعوا كيصيفطوا ناس فاسدين في طياره راكبين فيها بوحدهم. وانا نهار مشيت انا والسي بن سعيد خلصنا من جيبنا الطياره ومشينا وتندافعوا ومكملينها بالبكا تيرمو حنا معلمين بلادنا، وكنقولوا ما تقطعوش لينا رجلينا. والرفيق بن سعيد يكفي الحضور ديالو باش كلشي كيصدق والامور كتمشي مزيان. نهار استقبلونا ماشي غير مره من الرات السفراء المعتمدين في المغرب، الرفيق بن سعيد مشينا الاحترام التام ودينا معنا، والرفيق صادق هو هنايا والرفيق اليوسفي يعني المركز ديال بن سعيد. الرفيق بن سعيد ماشي تيتكلم، ينتج ويطلب من المثقف ان ينتج باش بلادنا تزيد، لانه كيامن المجتمع العلم والمعرفه. مشينا شفنا السفراء ودينا معنا داك الكتيب ديال اختيار الثوري في القضيه الوطنيه، في الوقت اللي كلشي تكالب علينا حتى من اليساريين في العالم غادي يسمعوا تقرير المصير وبغاو يقطعوا لنا رجلين. لا، كان دائما اليسار المغربي وهذا الشيء خصنا نعترفوا به. وضمنه الرفيق بن سعيد كيقول لك والو الصحراء مغربيه، ومني كان في الجزائر في الوقت بومدين وجابوا مدين قال لهم يلا دابا جاوا معايا البوليزاريو
هزوا الحقائب ديالهم مشاو فرنسا، قالوا حنا ما كنقسموش بلادنا، شكون انت بغيتي تكون باش غادي حنا غادي نتآمروا على بلادنا؟ هذه بلادنا واخا بغاو يحكموا علينا بالاعدام حنا غادي ندافعوا عليها حتى لاخر قطره في الدم ديالنا. اذا رفيق بن سعيد مي مشينا عند السفراء، هذاك الكتاب ديال يعني الموقف الثوري في القضيه الوطنيه مترجم الى خمسه لغات، ياك رفيق اليوسفي، خمسه لغات. تخطفوا السفراء مخشيين في الكراطن وكيهزوا الكتيب وكيهزوا الكتب الاخرين حول الصحراء حول الدور اليسار. الرفيق بن سعيد من حيث يدري طبيعة الحال كان كيرفع راسنا كمغاربه فين ما كنا حاضرين باجتهاداتنا. الرفيق بن سعيد كان كيوجد ندوه باش دار في المغرب كانوا غيساهموا فيها 400 ديال الناس، حتى البوليزاريو ديال الشتات والعلام وكلهم مبعوثون الساميون ديال الامم المتحده كانوا غيجيو لهنا. هو قادر يحل، لان الحل كيكون مع الثقه، كيكون مع المصداقيه، كيكون مع الرجال والنساء ديال بصح، ماشي داك الخزعبيلات. ولهذا ملي كان كيرفع الصوت ديالو في البرلمان راه باقي الان ما كاينش شي واحد اللي داز في البرلمان بحالو، لانه بطريقه سهله، لانه هو هكاك داير صادق كيتكلم في الموضوع. اذا القضيه ديال الصحراء انا لا اعرف ولا ادري شي واحد دافع عليها اكثر من الرفيق بن سعيد يعني والتضحيات الجسام. قضيه الديمقراطيه، الرفيق صافي فرنسا زادت فحالها وخلات لنا مشاكل ولكن خصنا نبنيو الديمقراطيه. الرفيق بن سعيد كان كيامن وكان كيف قالوا الرفاق في شهادتهم انه ديمقراطي فوق الديمقراطيه. نهار حنا كنا مع يعني حركه 20 فبراير قلنا ما نشاركوش لان الشعب في الزنقه وكذا، وتيقولنا لا شاركوا باش تربحوا خطيوات وديروا والو. وقبل منها 97 انا جالسه في الدار كيعيط لي كيقول لي شوفي راه وقعت لك الزكيه باش غترشحي، في الوقت اللي كانوا الاخرين كيبيعوا تزكيات 100 مليون 500 مليون، حنا كيعيط المناضلات ومناضلين ويدير فيهم الثقه. قال لي راه وقعت، قلت له رفيق انا ما عندي فلوس ما مستعد. قال لي براسك ايوا المناضلين خصهم يتلاحوا في المعركه وخصكم تنوضوا، يلا هذا دي معركه نضاليه وسيروا. بالفعل ترشحنا في الدائره ودرنا حمله قداشنا هي وغادي ينجح واحد خينا عنده ما عندوش حتى شهاده ابتدائيه وكيبيع القرقوبي. وباقي الان راه 30 برلماني راهم اليوم محاكمين، فين حنايا؟ وهادشي كنقول لكم الطبيعه كتنتفض، الطبيعه كتنتفض ما عجباش الحال. حاولنا حنا نمشيو على درب الرفيق بن سعيد. اليوم المشكل ديال المطروح ياك هنا شوك ايتباها، كاين اركان وكاين ناس كدير فلاحه معيشين، اشكون اللي جاب لنا خويا هاد الحواميد كيستافدوا غير هما؟ والفلاحات ديالنا كيموتوا لنا في البيكوبات وكي حتى واحد ما كيديها فيهم. واليوم الماء ما كاينش، هبطوا ليه بالسوندات صفوا لنا الماء ديالنا. مشينا وقفنا مع الناس في كيك كيقول لك سيروا تعياو، سيروا الدولة يا إما القمع والسريخ ولا تخليك تتعيا نتايا، تتعيا صافي. شوفوا النساء الفيكيكيات كيف داروا المسيرات. شوف والرفيق بن سعيد كان دائما متابع. وأنا بغيت نحكي معكم حاجة، الرفيق بن سعيد ماشي غير كيوقف مع الناس بحال اللي داروا هنا في تيفنيت، جاو حيت هذا العالم اليوم سميتو التفقير العام، يحلوا البلاد أصحابهم يجيو ينهبوا وحنا لا عندنا شي حاجه غادي يحيدوها علينا. اراضي السلاليه جمعوها، عندك شي دار يهدموها عليك، حدا البحر حتى انت بغيتي تشمش ما تشمش، بغيتي تطلع الجبل مشات، المياه والغابات تاخذ لك الارض وغدا كتبدا الحفاره كتنقب على المعادن. كيفاش هادشي؟ والرفيق بن سعيد كان واقف في كل شده وفده. وانا كنذكر كنا في مقبره الشهداء، مقبره الشهداء والرفيق بن سعيد اي تدر واقف باش يدفن الرفيق ديالو شفيق، وكيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كثر من 24 سنه، وتيقلب على رفيقه مجلي مع وليداته تلقاوه. وشوفوا هذا الراجل هذا الله يرحمه، انا رفيق انا كنشوف الروح ديالو معنا راه هذا كيرفر فوق راسنا. ولكن خصنا ناخذوا الدرس، خصنا ناخذوا الدرس، خصنا نديروا غير نبقاو. انا بعدا ما باغياش نبكي لانه كنفرح بانني من القبيله ديال سي بن سعيد اي تدن، وانه في هذه الحياه ديالي المتواضعه لقيت هذا الراجل العظيم الاستثنائي اللي في الحقيقة عاوني باش نعطي لحياتي معنى بالصدق وبالإيمان وبالخدمة. خدم خدم وشوف اش غادي دير، شكون بغيتي تكون نتايا؟ غتاكل بعشرات اليدين، أنوض تخدم ونوض تعاون ونوض رفع الظلم على الشعب ديالك وعلى الناس. إذا الرفيق بن سعيد حاجة أخرى، ميزة أخرى اللي ما بقاتش، أنه كان كيفهم بأن السياسة هي أخلاق، هو داخل باش يعاون، داخل باش يرفع الظلم، داخل باش يكون تقليص الفقر وما تكون العدالة الاجتماعية ويكون المجتمع العب. ولكن هادو اللي كيدخلوا السياسة هاد الفاسدين، هاد الناس ما بقاوش كيعرفوا شنو هي الاخلاق. ولهذا انا كنقول الى الرفيق بن سعيد نجح لان تنتوما ناجحين وتنتوما تقتوا في هذا الرفيق بن سعيد وهذه العائله الشريفه، وانه كل واحد تحمل مسؤوليته. والناس ناضت تبحث عن السياسه وناضت تبحث شنو كاين، وحتى الرفيق طلع لقبات البرلمان بالهلا يثبتوا لشي واحد، لانهم ما كانوش كانوا دايرين العراقيل باش ما يطلع حتى شي واحد، ورغم ذلك ما لقاوش كيديروا ليه باش ما يطلعش في ذاك 84. وهذيك الطلعه ديالو يا ريت
انها تدرس في المدارس للشباب باش يعاودوا ينخرطوا في السياسه بنبلها واخلاقها باش يمكن لهم انه يجي. اذا انا بالنسبه لي جوج كلمات الله يخليك رافقي الى سمحتي لي. خلينا الرفيق نبيلة موني تتذكر. انا بغيت غير نقول جوج كلمات لا ما نزيدش. انه الرفيق بن سعيد كان فاهم بانه امام هذه الغطرسه ديال هذا النظام العالمي حنا خصنا حنا نتكتلوا ونبنيو المغرب الكبير، مغرب كبير ديمقراطي ونكونوا فيه متضامنين. الرفيق بن سعيد كان الى جانب كل القضايا العادله وكيف تكلموا الرفاق الى جانب القضيه الفلسطينيه، ومعمره ما كيقبل بشي تطبيع مع الكيان الصهيوني وكيقول بانه القضيه الفلسطينيه اكبر قضيه ظلم ما كنعيشوها وخصنا نكونوا الى جانب اخواننا، حيت اللي مازال ما بقاش فهم بانه رانا ما تضامنش مع مظلوم غدا راه ما يلقى اللي يتضامن معاه، راه ما فهم حتى شي حاجه. ولهذا تحيه عاليه لروح فقيدنا الغالي الشامخ، وكنقول بان الرفيق بن سعيد ضمير وطن وخصنا حنا نتبعوا الطريق باش نفرضوا على النظام واحد التعاقد مجتمعي جديد، وانه تكون هناك قطائع مع النهب ومع الفساد ومع والاستبداد، واننا نتقدموا وبهذا الاتجاه ما نساوش الدور اللي لعبوا رفيقنا في دعم الحراكات الشعبيه كلها وعلى راس الحراك الشعبي ديال الريف، ومطالبته بالافراج على المعتقلين ديال الحراك الشعبي ديال الريف وعلى الصحفيين وعلى المدونين. فلروحه الزكيه أزكى السلام وأطيب السلام من مسقط رأسه، وتحية عالية لعائلته ولمحبيه، وحنا غادي نبقاو على العهد سائرون، وشكرا لكم. شكرا.